انا مش هزايد على كلام الاستاذ هادي بالنسبه للراجل اكتشف عمليه امتى وعمر 14، عشان انا مش شايف كده خالص. ممكن يكون فعلا نوع الى حد ما شبه بعض، بس مختلفين تماما. اما بالنسبه لحته الادوار والكم والكيف والتفاصيل دي، فاعتقد ان احنا كممثلين مشاركين في الفيلم كلنا ما بنفكرش كده خالص في شغلنا بشكل عام. يعني كلنا بنفكر ازاي هنقدم حاجه بالسنة بس الناس تبقى حقيقيه وبثقه من الورق والمخرج وكل الناس اللي شغاله على الفيلم. ف كلنا حابين جدا، ما حدش فكر تماما ان مين بيعمل ايه قد ايه، والكلام ده كله على قد ما كل واحد كان مبسوط بالفيلم وبالشخصيه اللي بيقدمها. طبعا يعني انا بتشرف اصلا ان انا قاعد مع الفنانين دول، وبرضه زي اعتقد انا كرر كلام تاني مش بالكلام كيف اعتقد، واعتقد انا اظن نفسي ان الافلام اللي فيها نجوم اكتر بتكيف الجمهور اكتر. ليه؟ لان انا بحب فشاوي وبحب مالك وبحب معيد وبحب ياسمين وبحب شيرين رضا، انا يمكن اخش خالد انور كمان معاهم يعني. خد بالك يعني انا بحس ان الافلام البطولات الجماعيه بتبقى ممتعه للمشاهد اكتر، لان هو بيشوف الناس اللي هم بيحبهم بيعملوا اكتر حلوه على فكره. احنا بنعتذر اكيد، انا ومالك برضو اكيد بيعتذر ان احنا دخلنا متاخر. اوكي انا ما لقطتش ايه السؤال، بس في حاجه يمكن الاستاذ هادي بيقولها على لو هو حاسس ان هو ممثل مش بيفكروا نفس الفكره او عندهم نفس الهدف ما يقدرش يشتغل معي. وفكره ايه انت كنت برضو تقول انه ايه اللي جذب الممثلين يمكن هم يعملوا ده، بالنسبه لي حسيت مع انه مثلا ممكن نقول انه قصه شريف وناديه ابسط او مش ابسط يعني اقل تقل القصص اللي موجوده في الفيلم، بس انا بالنسبه لي اول ما قلت لي ان انت كنت عايز تقعد معايا علشان عايز تعرفني انا وسالتني اسئله شخصيه انا عشان تعرفني، انا مش متوقعه لك، كنت متوقعه انت هتقول لي مثلا شايفه الحاجات كلها عن الفيلم، وبالنسبه لي ده شيء مهم قوي انه المخرج يكون عايز يخلي الاشخاص اللي في الكاركترز اللي في الفيلم ده يعملوا علشان هم صح للادوار دي. وحاسه انه بما ان الفيلم فيه شخصيات كتيره قوي فكل الناس جايه علشان تعمل ده لهدف معين، ودي بالنسبه لي قمه، او مش عايزه اقول قمه الابداع، بس بالنسبه لي حاجه صعبه جدا جدا انه مخرج يقدر يعمل ده بالذات شغال مع نجوم طبعا كبار جدا وفي الاخر يطلع باللذاذه دي ومحدش قال لا انا دوري صغير، كلنا عارفين احنا جايين نعمل قصص وكلنا عارفين ان هو يعني انصام كاست انه في رقم كبير جدا وعدد كبير والقصص كلها مختلفه. فيعني شكرا يعني ان انا كنت جزء من الفيلم ده اللي انا عايزه اقوله وميرسي. ونسرد معاها الاحداث الخاصه بالفيلم بدل ما يظهر انه احنا ما تطرقناش لكل قضيه في الوقت الكافي، لان احنا حسينا انه كل جزء او كل حكايه داخل الفيلم ما خدتش وقتها. النقطه الثانيه انه البعض استرجع فيلم هيبتا، فهل هيبتا كان المرجع الخاص بالفيلم عمر 14 ولا لا؟ خصوصا ان كمان الرابط ما بين الاحداث في هيبتا كان قوي من اول الفيلم، بعكس مثلا في عمر 14 كان الرابط في الاخر احنا برضو حسينا انه مش بنفس القوه اللي كانت فيه. بالنسبه للممثلين فيلم زي ده الظهور فيه بيبقى حوالي مثلا ماكسيموم ربع ساعه لكل ممثل، ده ممكن يضيف للفنان ايه؟ وشكرا. احب بس اجاوبك على فكره ان هي خمس قصص، يعني ما تعرفش معاهم قوي ان هم خمس قصص لان هم في الاخر موضوع واحد. وكل موضوع منهم بيكمل الثاني، كل قصه منهم بتكمل حاجه في نفس الموضوع. هم مش خمس افلام، هم في الاخر هم فيلم واحد
كامل على بعضه بالطريقه دي. فكره ان هيبدا هو المرجع بتاع الفيلم، لا هو هيبدا نوع فيلم وده نوع فيلم تاني خالص ملهمش علاقه ببعض. يمكن حتى من الحاجه الوحيده المشتركه بينهم الجانر مش بشكل كامل. فكره الممثلين ما اعتقدش ان الموضوع بيكمل، يعني مش هو ممثل 10 دقايق ولا ممثل ربع ساعه ولا ممثل نص ساعه، هو جه عمل ايه او ايه الشخصيه اللي هو قدمها، هو ده الاهم من وجهه نظري. شكرا. بالنسبة للسؤال الأول، يعني أو اللي أنا يعني مخمش بالترتيب، أنا مختلف معاك تماماً على هو شبه إبداع، لأنه ده موضوع وده موضوع تاني خالص. زي ما زهران قال، هو الجانر لوحدها هي اللي ممكن تبقى ليها علاقة ببعض، ولو إن برضو الموضوع نفسه بتاع الجانر في الفيلم ده غير ده خالص، هم مختلفين عن بعض. ما ينفعش عشان أنا عملت فيلم رومانسي او بيتكلم عن الحب فما نعملش فيلم تاني بيتكلم عن الحب بشكل تاني خالص، فهما مختلفين تماما عن بعض. بالنسبه ان هما خمس قصص، هما خمس حواديت مختلفه، بس هما مربوطين زي ما ظهرنا مربوطين ببعض بشكل تاني، بشكل بالموضوع نفسه بتشوفه بنماذج مختلفه. حتى كان بيتكلم على حدوته واحده، بيتكلم على شخصيه واحده، في خيال راوي بيختلف عن موضوع تاني خالص، انما هو فعلا الواحد الحاجه الوحيده اللي ربطتين بعض ان ده جانر نفس الجانر، ولو ان لو تيجي تفصص بقى الجانر نفسها هتلاقيهم مختلفين تاني عن بعض تماما. انا سيب الممثلين يردوا على موضوع التمثيل، بس انا واصل يعني اعتقد ان احنا زي ما زهران قال، هو الموضوع مش بالطول ولا بالعرض ولا بكم ولا بكم دقيقه، لان لو الممثل بيفكر كده انا مش هشتغل معاه، لان مش ده التفكير اللي بيفكر فيها، هو بيفكر في الفيلم نفسه لما يقراه الفيلم عجبه ولا لا، مش الدور وعجبه ولا لا، ده موضوع تاني خالص. ممكن ده يحصل في المسلسلات، الممثل يقرا دوره وما يقراش الباقي، بس ده حاجه انا ماليش علاقه بيها. في الفيلم لو هو مش حابب الفيلم ومش حابب الموضوع ومش مؤمن باللي احنا بنقدمه مش عارف اشتغل معاه. عشان كده انا بفضل ان انا ما اسسش الفيلم على الممثل. احنا نختار الموضوع، نحب الموضوع، نشتغل على الموضوع، لما يجهز نشوف مين اللي هيعمل. مش عايز يعمله ما يعملوش، مش ما فيش حد غصب عنه لازم يعمل حاجه. ولو هو ما حبش انا مش عايز اشتغل معاه، لان هو مش هيديني اللي انا بدور عليه، مش ان انا ببلين عليه، لا هو فعلا مش مقتنع بالموضوع بتاع الفيلم او مش حابب بالموضوع بتاع الفيلم. انا مش مطلوب منه ان هو يعمل كده. دي طريقه تفكير كمان، انت بتشتغل ازاي وبتاع. انما طبعا الممثلين ممكن يقولوا لك اكتر تفاصيل هم ليه وافقوا على الفيلم او ليه عملوا الفيلم، لان هم فعلا الادوار مختلفه في الحكايه. واعتقد لو هي بتتحسب او هم كل اللي اشتركوا في الفيلم سواء الاساتذه اللي قاعدين او اللي مش موجودين معانا دلوقتي، لو هم فكروا بفكره هو انا دوري قد ايه